مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا في آخر حلقات برنامجنا رمز ورسالة. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. النهاردة بنحتفل معاكم بعيد إعلان صعود جسد القديسة العذراء مريم. كنا سعداء جدا أننا نكون معاكم على مدار 15 حلقة اتكلمنا فيهم عن رسائل كتير جدا تخص القديسة العذراء مريم، وكمان عن رموز كانت ليها في العهد القديم. رسالة النهاردة رسالة مساندة وشفاعة، وشفاعة القديسة العذراء مريم من أقوى وأعلى الشفاعات في الكنيسة، شفاعة الأم لأولادها. أما عن الرمز، فالرمز النهاردة هيكون عن لوحي الشريعة، وده اللي هنعرفه في الفاصل ونرجع مرة تانية. خليكم معنا. بإصبع الله اتناقشت وصايا العهد القديم على لوحين حجريين، وبتجسد المسيح وهو كلمة الله الحية اتناقش عهد جديد في قلوبنا. زي ما ألواح الشريعة حوت كلام الله المكتوب بإصبعه، الست العذراء حملت كلمة الله يسوع المسيح صاحب شريعة العهد الجديد المنقوشة بروحه في قلوبنا. حملت العذراء مريم معطي الشريعة الجديدة المليانة حب وغفران وتقديس للنفس والجسد والروح. فالناموس المكتوب على حجر بموسى أعطى، أما النعمة اللي بتظللنا والحق اللي بينبت فينا فبيسوع المسيح صار. مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا في آخر رسالة النهاردة، رسالة المساندة والشفاعة. كلنا بنحتاج شفاعة القديسة العذراء مريم وكل القديسين، لكن زي ما قلت في المقدمة أن شفاعة القديسة العذراء مريم تعتبر من أقوى وأعلى الشفاعات في الكنيسة. النهاردة بيسعدنا وشرفنا يكون معانا في آخر حلقاتنا دكتور أنسي نجيب، أمين عام الخدمة بكنيسة الشهيد العظيم مارا جرجس بالمطرية. أهلا بك دكتور. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. طيبا. يمكن شفاعة العذراء كلنا لمسناها، مفيش حد فينا ما جربش انه يكون في تجربة ويتشفع بالقديسة العذراء مريم، وفعلا العذراء بتتدخل وتحل الأمور. ما كانت شفاعة القديسة العذراء مريم في الكنيسة؟ العذراء مريم الحقيقة هي تعتبر يعني الشفيعة الأولى أو أعظم شفاعة. أولا لأن احنا تملي في الكنيسة القبطية بنقول ان دي والدة الإله. طبعا. فلأنها والدة الإله فبتأخذ كرامتها وإمكانياتها وطاقتها من الإله اللي هي شايلاه، فهي أم للإله وهي ابنة في نفس الوقت للإله. ومن هنا أخذت المكانة الفظيعة دي، فهي أم لأنها حملته في بطنها، وهي ابنة للإله لأنها ابنة الله الذي خلق كل البشرية. فعشان كده حينما نقول أن هناك شفاعة، لا يوجد شفاعة أقوى من أن الابن يطلب من أبوه فأبوه يلبي له كل طلباته، أو البنت تطلب من باباها، وما فيش شفاعة أقوى من أن أنا كأم كمان أطلب من ابني. ده حقيقي. فالوضع الكنسي بتاعها أو الوضع اللاهوتي بتاعها بيديها إمكانيات ضخمة جدا جدا. شفاعة العذراء ما بدأتش لما صعد جسدها للسماء أو أنها راحت السماء، لكن كمان من وهي على الأرض. يمكن بالزبط. قصة حلة الحديد تقول لنا أنه العذراء وهي على الأرض كمان كانت شفيعة، وشفيعة مؤتمنة زي ما بنقول كده. إزاي العذراء ساعدت متياس الرسول في المشكلة والمحنة بتاعته؟ هو الحقيقة يعني قبل ما نقول متياس الرسول، هي في خطوة قبل متياس، وهي أنه العذراء في عرس قانا الجليل، وده الفكر القبطي الأرثوذكسي اللي احنا أخدناه ككنيسة وتعلمناه من حادثة عرس قانا الجليل. في عرس قانا الجليل كان هناك فرح، والمسيح يحضر فرح برغم أن ساعته لم تأتي بعد زي ما قال لها، لأنه كما بدأش الخدمة. هي حست أنه عصير الكرمة أو الشربات أو يطلق عليه الخمر خلاص، والخمر ده مش بمعنى الخمر المسكر طبعا، كنا عارفين اللي هو عصير الكرمة أو الشربات، أو سموه الشربات الحصرم أو العنب الحصرم، فكانوا بيقدموه كأحلى واجب للمعازيم. هي شعرت بإحساس البشر أنه ليس عندهم خمر، أو بمعنى أصح نقول أنها شعرت بالعوز، شعرت بعوز الفرح. الفرح هيبوظ، الفرح مش هيبقى حلو، الناس هتزعل، الناس جاية تفرح. تلقائياً دون أن يطلب منها أحد، أحست بعوز البشرية، أحست بعوز البني آدمين اللي قاعدين. فجريت جري ونقلت هذه العبارة التلغرافية البسيطة، ليس عندهم خمر. قالت له اعمل معجزة، وقالت له لو سمحت اتصرف. ما قالتش ولا حاجة، نقلت عوز البشرية إليه. وهذا هو جوهر
فكرة الشفاعة في الكنيسة، أن العذراء تنقل عوز البشرية إلى ابنها. فقال لها إن ساعتي لم تأتي بعد، ما اتكلمتش، ما قالتلوش أي حاجة، سابته وراحت جري رايحة على الولاد اللي قاعدين. مهما قال لكم فافعلوا، مهما قال لكم افعلوا، دي إيه؟ يعني هي واثقة 100% أنه مش هرفض لها طلب. بالزبط. هذا هو جمال علاقة العذراء بالسيد المسيح، أنه مستحيل، فالتهم مهما قال لكم افعلوا، يعني جهزوا نفسكم المعجزة جاية، مع أنه هو من دقيقة واحدة قال لها ملك يا امرأة بالزبط. أنا لم تأتي ساعتي بعد، ولك يا امرأة. لكن هي تحركت من منطلق الإيمان، من منطلق أن ابنها مستحيل هيرفض لها طلب، فراحت قالتهم مهما قال لكم افعلوا، فانطلق السيد المسيح يصنع المعجزة. ايه اللي حصل؟ انا ما اقدرش ارفض لامي طلب، انا ما اقدرش امي الحبيبه اللي انا قعدت في احشائها 9 اشهر اقول لها انا اسف انا ساعتي لم تاتي بعد، لكن انا هعمل معجزه عشان خاطرها. ومن هنا جاءت فكره الشفاعه. فالكنيسه مش جايبه الشفاعه دي من عندها، ولا جايبها من مكان اخر، او اخترعتها او ادعيتها. الكنيسه اتت بالشفاعه من جوه الانجيل، من داخل الكتاب المقدس. يعني في ناس بيقولوا هي الشفاعة جت من جوه الإنجيل. حادثة عرس قانا الجليل هي حادثة شفاعية من الدرجة الأولى، وحادثة لاهوتية من ناحية إمكانية تحويل المادة، لكن الأساس في هذه الحادثة أن سيدنا له المجد استجاب لطلب العذراء واستجاب العوز. عشان كده عايز أقول إيه؟ إنه any time البشرية تشعر بالعوز قبل ما نقول هي واخده بالها. ايش حال بقى لما نقول؟ يعني العذراء حاسه باحتياجات ولادها. احنا ولادها. وده اللي بيبرر فكره انه لما بيكون البلد او مجموعه من المؤمنين حاسين بضيقه كبيره هي تظهر. طبعا. وكانها بتدي رساله طبعًا. سلام وطمانينه. طبعا. من غير ما نقول، طبعًا. من غير ما نطلب. سنه 68 ما ظهرت على اقباب الزيتون، كانت وظهرت لكي تعطي طمانينه للشعب بعد حرب 67 والهزيمه. فكانت رسالة تعزية لكل مصر إنه أنا معاكم، ما تخافوش، الهزيمة جت بس هتنتصروا بعد كده. نروح بقى لمعجزة متياس الرسول. إيه اللي حصل بالظبط؟ وإزاي العذراء تدخلت وحلت الأمور بمنتهى السهولة كده وقتها؟ متياس كان في بيبشر في بلد، والبلد دي كانت بلد وثنية. من كتر المعجزات اللي عملها ومن كتر ما عمل حاجات، الوالي أمر بسجنه وابتدى يعذبوه في السجن، وابتدى يتألم في السجن، فابتدى يستنجد بالعذراء، ابتدى يقول لها يعني انت فين وسايباني، انا ابنك. فالسيد المسيح ظهر العذراء، وهي صلت وقالت له انا عاوزه نشوف متياس ده ابنك وابني وهنسيبه. خلي بالك عايز اقول ايه، انه من ساعه ما المسيح على الصليب قال له يا يوحنا هذه هو امك ويا امراه هذه هو ابنك، يوحنا كان يمثل احنا كلنا، يمثل البشريه كلها. فأصبحت هي أم البشرية، وأصبحت البشرية كلها مسؤولة عنها، وهو مسؤول عنها. فالكلمتين دول على الصليب خلوا متياس يتجرأ ويقول لها تعالي شوفيني. فسيدنا له المجد ظهر وقال لها روحي شوفي متياس. فذهبت إلى هذه البلد، قابلت ست عجوزة بتعيط وبتبكي. قالت لها بتبكي ليه؟ قالت لها بنتي عندها روح نجس ومعذبة، مش عارفة أعمل إيه. فبرضو العذراء فيما هي ذاهبة إلى متياس، الست دي صعبت عليها. عشان نرجع نقول أن هذه العذراء يعني أمام عينيها عوز البشرية، أمام عينيها عذاب البشرية، أمام عينيها هذه السيدة. سابت قصة متياس وراحت معاها البيت. أول ما دخلت الشيطان خرج من البنت، ففرحت وقالت لها أنا مبسوطة، أنت جاية هنا تعملي إيه؟ قالت لها أنا جاية عشان متياس. قالت لها ما أنا كنت مستنية متياس يشفي بنتي، حبسوه. قالت لها طب وديني السجن بتاع متياس. فحينما اقتربت من السجن داب الحديد بتاع السجن، الابواب دابت كلها، تحولت الى ميه، كل المعدن اللي في كل المدينة. المعدن اللي في البلد داب. لدرجه ان النجارين والحدادين جريوا على الوالي وقالوا له ايه الموضوع ده كله اتحل، والسجن ابوابه كلها اتفتحت. خرج بقى متياس وخرج معاه الاباء كلهم والناس اللي موجودين معاه، وشايف العذراء وتبارك بالعذراء. فمن هنا آتت العذراء حلت الحديد. هذه قصة مكتوبة في الكتب كلها، ومكتوبة في السنكسار بنقولها، وقصة معروفة جدا جدا، تدل على أن أمنا العذراء دي
قادرة على حل الحديد. في مشكلة، أنا أحل لكم الحديد. مش المشكلة ممسوكة يعني جامدة زي الحديد، أنا أحلها. مش البنت دي معذبة وأنا في الطريق هروح أشفيها. مش أنتوا عندكم عوز، أنا بتاعت العوز. شفاعة قوية قوي جدا جدا، لأن شفاعة العوز دي يعني أنا أما أبقى تعبان ومتضايق، أنا في عوز إلى فرح هي جاهزة، أنا في عوز إلى مادة هي جاهزة. والعوز فعلا أنواع يا دكتور، يعني طبعًا. مش بس عوز مادي. لا لا لا، ده آخر واحد. خلاص آخر واحد. على فكرة السيد المسيح لما قال كنت جوعانا لم يقصد الجعان للأكل، خلاص أنا جعان للعاطفة كنت جوعانا، أنا جعان للشفقة كنت جوعانا، أنا جعان لكلمة، أنا مسجون خلاص محطوط في سجن جوه نفسي، مش عارف أقابل الناس، مش عارف أكملهم، أنا في عوز وجعان للناس وجعان لكلمة حلوة من الناس، ما أنا في عوز. كنت عطشانا، نفس المنطق. عشان كده الناس بيقولوا متى رأيناك جوعانا، الناس فاكرينه جوعان عايز ياكل يعني. ياكل. متى رأيناك عطشان فاكرينه عايز يشرب، لا ده أنا ريقي نشف من التجربة المرة اللي في حياتي، أدي كنت عطشانا. أنا ريقي نشف من الجو المحيط بيا والاضطهاد اللي حواليا، أدي كنت عطشانا. خلاص كنت مسجونا، مش لازم سجن فطورة، أنا مسجون في مشكلة، ما دي مشكلة. أنا مسجون في حكاية كده اتورطت فيها مش عارف أعمل إيه، كنت مسجونا. هو ده هو ده، هي العذراء الحلوة الجميلة دي هي عذراء العوز. حينما تكون معوزا اطلب العذراء وتشوف هتعمل إيه. هي تخصصها الرئيسي الاحتياج والعوز. أنا مبسوطة قوي بالكلام ده لأنه جاي في وقته. ما هو ده لأنه هي ناس كتير قوي، العذرة بتاعتنا ناس كتير قوي فعلا عندها عوز ومحدش طبعا حاسس بيها خالص، او مش قادرين يعبروا عن مشاعرهم للي حواليهم بالزبط. او يمكن ما فيش حواليهم حد اصلا صح عشان يحس بيهم صح. فالعذرة تسدد كل ده طبعا، هي ام العوز وتشعر بينا قبل ان ننطق. ايش حال بقى لو قلنا لها يا عذرة احنا تعبانين، تعالي تعالي يا عذرة فك الضيقه، تعالي دخلي الفرح زي ما عملت الفرح في عرس قانا الجليل، دخلي الفرح لقلوبنا، دخل الفرح في حياتنا، احنا معوزين للفرح، احنا معوزين لفرحه، احنا معوزين انك تيجي وتلمينا وتجيبي المسيح في ايدك وتفرحينا. احنا محتاجين في كل فرح في مصر ان العذراء وابنها يحضرون عشان يدخلوا الفرح، ويبقى احنا جوانا فرح حقيقي لان امنا العذراء وابونا جم مع بعض. ازاي القديسه العذراء مريم كانت بتسند وتشفع الكنيسه الاولى والرسل؟ العذراء من يوم سيدنا له المجد استودعها مع يوحنا صارت صديقة وصارت أم لكل الآباء الرسل، مش كده؟ حتى قبل ناحيتها طلبتهم كلهم يبقوا حواليها، صارت أمهم كلهم، وعشان كده كلهم كانوا حريصين أن يحضروا، ما عدا القديس توما بس اللي كان متغيب وربنا أراد بكده، لكن هي صارت أم ليهم. اوعي تفتكري العذراء دي مثلا في بيت يوحنا الحبيب كانت هانم، لا طبعا، العذراء دي كانت خدامة، كانت خدامة في بيت اليصابات، كانت خدامة. انت عارفة البيوت زمان كان فيها ايه؟ كان فيها مكان انتظار للبهائم، بيربوا بقر، بيربوا جاموس، بيربوا فراخ، تمام، والبهائم دي ليها روس. العذراء كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنظف الروس بتاع البهائم، خدامة. خلاص زكريا الكاهن ده اللي كان اصيب بالصمم، اصعب الانسان حينما يتعامل مع انسان ما بيتكلمش، ما بيتكلمش، عايز يشرب مية مش عارف يقول، كانت تجري وتقعد تقعد معاه نص ساعة ساعة، انت عايز ايه؟ مش عارف. انا بشوفها في شغلي كطبيب، يعني في الناس اللي بيصابوا بشلل في اللسان، يعني شيء صعب جدا. وكانت خادمة تحت رجليه وتحت اليصابات، اتنين عواجيز وعندهم حديقة وعندهم روز بهائم وعندهم زرع في البيت. الخدامة دي كانت بتعمل كل ده. في بيت يوسف البار كانت خدامة، وفي بيت يوحنا الحبيب كانت خدامة. العذراء دي نموذج للخدمة، نموذج لا تستنكف ولا تستعيب ولا حست انها ولادة الإله. احتمال الكرامة عند العذراء ده كان من أحلى الصفات اللي موجودة فيها، إن نسيت خالص انها ولادة الإله. ما هو ابنها قال كده، إن اللي عايز يكون الأول يكون خادم الكل، واللي عايز يكون قبل الكل يكون فوق الكل. ما هو ابنها كان كده وعلمها كده، علمها كده. عشان كده أمنا العذراء دي نموذج راقي جدا في كل شيء. أنا في فترة من الفترات كتبت عن العذراء، إحنا ناس بيقول علم المشورة وعلم المشورة، قعدت أتأمل في مشورة العذراء في حياة الآخرين، فلقيتها حاجة جميلة جدا.
مشهورة في معاملتها مع زوجها أو خطبها، مشهورة في معاملتها مع ابنها، مشهورة في معاملتها في بيت يوحنا. نموذج متكامل. نموذج متكامل. ما لاحظت أنها ولادة الإله خدامة في كل بيت، لا تستنكف من عمل شيء، تخدم الكل والصغير قبل الكبير. يعني إحنا النهاردة بنحتفل بعيد إعلان إسعاد جسد القديسة العذراء مريم، وناس كتير تسأل ليه رب المجد ما خلاش جسد القديسة العذراء مريم موجود في الأرض، ليه كان حريص إنه ياخده عنده في السماء. بصي، يعني صعب قوي إن كان يترك هذا الفساد، هذا الجسد يرى فسادا، لأنه قانون إنها لو وضعت في القبر بعد أيام قليلة الجسد هيفسد ويقترب منه الدود والسيكولي العادية أو التطور الطبيعي. صعب قوي إن هذا الجسد الذي تقدس بحلول الإبن فيه إنه يرى فسادا. الحاجة التانية إنه لو تثابت العذراء كان ممكن اليهود يسرقوا الجسد، وكان ممكن يمثلوا بيه، وكان ممكن يحصل حاجات كتير قوي. لكن أساس القصة إنه ما ينفعش إن جسد أمنا العذراء الذي تقدس بحلول الأقنوم الثاني إنه يرى فسادا. فأراد أن يكرمها ويكرم جسدها، وأراد أن يصعد هذا الجسد ليكون في السماء. لكن كان لابد، لأن الموت ده كان لابد أن يمر به الكل، فكان لابد أنها تموت. لكن أن تبقى في القبر أو تبقى في التراب، فده شيء كان قبوله لحتى للتلاميذ نفسهم. كان هم ارتاحوا نفسيا على الفكرة لما القديس توما قال لهم أنا شفت جسدها صاعد وملائكة حاملينه إلى السماء. هذا يعني زي بقوله كان القليل الذي ينبغي أن يكرم المسيح أمه به. لكن في كمان تكريم تاني، يمكن رب المجد سمح أنه تجرى آيات وعجائب كثيرة طبعاً باسم القديسة العذراء مريم. بالضبط كده، وكل واحد محتاج، كل مريض، أي حد عنده مشكلة، دايماً العذراء أول اسم يجي في دماغ أي حد فينا يتشفع بيها، لأن هي الشفيعة المؤتمنة. نقول عليها كده في الترنيم، أنت الشفيعة المؤتمنة. إحنا على مدار 15 يوم يا دكتور يعني حاولنا أننا نستخرج رسائل من حياة القديسة العذراء مريم، رسائل لها علاقة بالتجربة والألم والتشجيع والسلام والمحبة، رسائل كتير قوي. لو حضرتك كده في ختام آخر حلقة النهاردة تحب تقول رسالة بسيطة عن القديسة العذراء مريم تقول إيه؟ هو زي ما أنت حضرتك قلتي، هي نموذج فريد، خادمة من الطراز الأول، إنسانة بتعيش حياة التسليم والإيمان من الطراز الأول، إنسانة متألمة من الطراز الأول. إيه ولادة الإله دي اللي مش لاقي حد يولدها؟ وإيه ولادة الإله دي اللي دايرة تدور على سكن مش لاقية من تقعد في حظيرة البهائم اللي هو اللي بيسموه المزود البقر، ده مكان انتظار البهائم. إيه ولادة الإله دي اللي مش محاش حتى جايبة كفولة للعيل ده لما يتولد؟ إيه ده؟ إيه التسليم ده؟ وأضيف حاجة جميلة، أنا برضو من ضمن الحاجات المشهورة اللي كنت ببحث فيها، أنا بسميتها مرة العذراء المؤدبة. مؤدبة يعني عندها أدب جم، تمام؟ لما راحت تعاتب ابنها راحت تعاتبه في أدب جم. أبوك وأنا، إيه الأدب ده؟ أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. رسالة مختصرة لكن تفيد إن إحنا كنا متعذبين بسبب. وهو سيدنا له المجد يقول الكتاب منذ ذلك الوقت ونزل وصار خاضعا لهما. أنا آسف يا أمي مش هعمل كده تاني. شوف العلاقة، العلاقة الجميلة. العذراء كانت نموذج في كل شيء، في حياة الإيمان، حياة التسليم، في الألم، الفكر، هي حياة بكل تفاصيلها. الفكر كان رائع، وكانت تحفظ كل هذا الكلام متفكرة به. يعني إيه كنت بتعملي إيه؟ قالت باخد الكلام وحطه جوايا، ما بتكلمش كتير. العذراء الهادئة، العذراء الصامتة، حتى في القيامة خدي بالك إنه الناس كلها جريت على القبر، هي ما جريتش على القبر. اشمعنى؟ ليه ما جريتش؟ متأكدة. الله، برافو عليك، شكرا جزيلا. هي متأكدة إن القيامة ستحدث. تقول لهم أنتوا كلكم تجروا، بس أنا واثقة، أنا واثقة، جاز في قلبي سيف لكن أنا عارفة أنه هيقوم وعارفة أنه قام. كلكم بقى ما عندكوش إيمان زي قمة الإيمان، بس ما قالتش لحد الكلام ده، كانت بتخبيه في قلبها. خبيه في قلبها. شكرك جزيلا يا دكتور، شرفتنا ونورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير. كنا سعداء بوجودك معنا النهاردة. عيد عذراء سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها، وإحنا مصر إن شاء الله، إن شاء الله ببركة العذراء هتنتهي كورونا. أمين. ده إحساسي كطبيب يعني. أمين. ببركة العذراء هتنتهي كورونا. أمين. بشكرك جزيلا دكتور أنسي نجيب، أمين عام الخدمة بكنيسة الشهيدة العظيم مرجرجس بالمطرية، شرفتنا يا دكتور. مشاهدينا بشكركم جدا على متابعة برنامجنا رمز ورسالة، أتمنى تكون رسالتنا وصلت، أتمنى تكون اتعلمنا من حياة القديسة العذراء مريم، عرفنا رموز العهد القديم اللي بتشير للقديسة العذراء مريم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وأشوفكم على خير، إلى اللقاء.